السلام عليكم في حلقة جديدة من برنامجكم كونيات. النهاردة هنعيش ونتأمل حياة حيوان. حيوان ده دايما بيصيبنا بالذعر والخوف، وهو حيوان مكروه، يعني حتى لما بنشوفه في الأفلام أو بنشوفه في الأحلام بنفسره على إنه عدو. طبعا الحيوان ده اللي هو الأفعى أو الثعابين أو الحية. وأنا ليا قصة غريبة شوية مع نوع من الأفاعي اسمه طريشة. أنا كنت حكيت لكم في حلقة العقارب إنه وأنا بعمل رسالة الماجستير كنت بعمل بحث عن العقارب واتقرصت فيها في جبل أبو رواش. نفس الشيء حصل لي في موضوع الأفاعي أو الطريشة. طلبوني أن أنا أعمل معاينة في مرسى علم ورحت هناك. أنا طبعا كنت قريت عن الطريشة وعرفتها وحافظها يعني، ولكن أنا ما اشتغلتش فيها، ويبدو أن التجربة غير الدراسة أو الشغل العملي غير الدراسة خالص. المهم رحت قالوا لي يعني في البير ده تحت، بير كبير كده حاجة زي الغطا البلاعة، وتنزل على البير بسلم، والبير ده حوالي 2 متر في 2 متر في ارتفاع حوالي 3 متر، يعني أوضة تقريبا تحت الأرض. ودي الأوضة دي بيتخزن فيها مواتير رفع المياه اللي بتغذي القرى السياحية والفنادق وكده، يعني بترفع المياه الجوفية عشان تغذي القرى السياحية والفنادق دي. وطبعا موجود طريشة وموجود تعابين، دي بتهدد العمال اللي بتنزل تعمل صيانة للمكان تحت. وبعدين قالوا لي تعالى بقى شوف هنكافح الموضوع ده ازاي. فانا قلت الموضوع بسيط يعني نشوف الدنيا. وانا نازل يعني الراجل اللي هو بيوديني قاعد فوق قال لك لا انا مش هنزل يا عم، اذا تنزل انزل انت لوحدك. فانا ما خفتش بصراحه، نزلت. وانا نازل لقيت واحد بيدهني بيقول لي يا دكتور تعالى ممكن انزل معاك. قلت له يا سلام تعالى. قال لي طب اطلع انا هنزل انا الاول زي ما يكون ربنا بعته لي يعني. المهم الراجل ده نزل وانا نازل مش خايف جدا، مش بدي اخوان، انا مش لاقي تعابين، انا بصيت بصه كده لا لاقي تعابين ولا لاقي طريشه ولا لاقي اي حاجه خالص. قلت ماشي نزلت. فوانا ماشي لقيت الدكتور بيقول لي بقول لك ايه اطلع لانك انت رجليك هتدوس على طريشه. انا مش شايف. فطلعت كده على السلم خطوتين وبصيته، يعني الراجل عمال ماسك حته عصايه وعمال يشيل الرمل الخفيف براحه جدا، وجاب حته ازازه ميه فاضيه. وفعلا التعبان الطريشه ظهر نايم، تعبان صغير جدا 25 سنتي، من اخطر انواع الطريشه، واقول لكم ازاي من اخطر انواع الطريشه دي. وبراحه جدا بواسطه العصايه ديت ابتدى يدخل التعبان جوه الازازه المفرغه ديت ودخلها وقفلها. انا طبعا اترعبت لان شفت التعبان جوه كان عصبي جدا جدا جدا، وابتدى ملا ازازه الميه سائل ازرق، سم ازرق. التعبان ده لو احكي لكم يعني انا طبعا على طول تذكرت، انا نسيت كل اللي اتعلمته على الطريشه اول ما نزلت وشفت التعبان. انما لما طلعت وهديت كده افتكرت كل حاجه، ان ده الطريشه المقرنه، ودي كانت عصبيه جدا ولما بتتعصب بتبخ كميه سم غير عاديه، فهي حاسه ان اتضحك عليها واتحبست جوه الازازه، فتقريبا عملت حوالي لتر سم ازرق. الطريشه دي او النوع ده يعني من خطورته انه لما بيحس بخطر بيبقى عامل زي السوسته كده ويروح ناطر ل 30 متر، يعني ممكن يبقى مثلا 3 متر مش 30 متر، ناطر 3 متر ويبخ كميه السم دي كلها في البني ادم. يعني انا في الوقت ده كانت بالظبط هقبى شهيد البحث العلمي وشهيد البحث عن لقمة عيش. فعلا كانت موته مؤكده لولا ان ربنا بعت لي هذا الرجل. الطريشه دي اسمها السايد او السايد ويندر. الطريشه دي اللي اسمها السايد ويندر يعني بتمشي بجنبها كده، مش بتمشي كده، لا بتمشي بجنبها كده، عشان طبعا هي يعني بتبقى في الرمال الخفيفه وبتبقى في الصحراء، فدايما بتمشي بجنبها عشان ما تنزلش. ودايما لما تحب تستخبى بتروح فحره بسيطه كده، يعني بتفحر في الرمل فحره بسيطه وتدفن نفسها في الرمل، ولما تلاقي عدو هي بتحسه بتبقى على طول تروح هجم عليه وبلعاه او مخدراه بالسم بتاعها، وبعد ما تتخدره بالسم بتاعها بتبتدي تروح واكلاه.
اسمها العلمي كروتيلاس سيريتس. سيريتس ده الاسم العلمي بتاعها، وبتعتبر طبعا يعني اكبر نوع منها فيه طبعا اللي هي الرات السناكس، ده المجلجله او الافعى المجلجله، بتبقى في من نوع منها الافعى المجلجله دي بتبقى في طرف ديلها حاجه زي الجرس كده، تمشي تهز الجرس دي ومعروفه. انما النوع، وطبعا في نوع بقرن اللي هو ظهر لي دوت، وفي نوع من غير قرون، وانواع الطريشه كتير جدا جدا. انا بقى اللي ظهر لي دي كانت اخطر انواع الطريشه اللي شفتها. وطبعا التعابين زي ما هنشوف دلوقتي بيبقى ليها فكين، نابين كده، وكل ناب من النابين دول متصل بغدة سم ورا العين، يعني غدة سم وراها، والنابين دول بتبقى عاملين زي الحقنة فيها خرم كده، على طول بيبقى بتبخ السم فيها في النابين دول الحقنة، وعلى طول بتروح أول ما تمسك أو تقرص الفريسة بتاعتها على طول الفريسة دي بتنتهي، يعني الدم ساعتها بيتجلط، يعني السم لما تشوفه الدم جوه بيتجلط، لان احنا بنقول عليه سم التعبان بنقول عليه فينوم مش بويزن، لان الفرق بين الفينوم والبويزن، الفينوم بيبقى حاجه بتتحقن جوه الدم، البويزن ده ممكن انت مثلا سم في المعده، سم عن طريق التنفس، سم عن طريق الاكل، سم عن طريق الجلد، انما الافعى بتبقى فينوم. وطبعا مش كل الافاعي سامه، لان في افاعي بتبقى غير سامه خالص جدا، وفي افاعي بتبقى بالعصر، يعني ممكن تفترس انسان بالعصر بتبقى كبيره جدا جدا انما مش سامه، انما لو بتتلف على فريسه معينه بتجيبها نصين. والافاعي السامه قليلين قوي قوي، انما معظم الثعابين بتبقى غير سامه. وطبعا هم حوالي 3000 نوع من الثعابين، لو فردنا لهم حلقات مش هنخلص يعني. عايزين نشوف الفيلم اللي جاي ده ونشوف يعني الطريشة دي أخبارها ايه. الفيلم ده جاهز؟ اهي الطريشة ماشية بجنبها، ماشية بجنبها، شوف ماشية بجنبها ازاي. وده طبعا بتبقى عايشة في الصحراء الجرداء، ما بتمشيش زي اي تعبان، بتمشي بجنبها. بصي ماشيه بجنبها ازاي، يعني بجنب كده، زي ما احنا شايفين كده، بتبقى ماشيه بجنبها في حاجه كده، مش راسي، لا بتبقى افقي، وتروح دفنه نفسها في الرمل الناعم ومنتظر. يعني طبعا هي ممكن تقعد على فكره شهرين ثلاثه من غير ما تاكل، لغايه لما يجي لها الفريسه بتاعتها وتبتدي تتغذى عليها. هي بطنها طبعا بتبقى بيضة، انما بطنها دي طبعا بتتغير حسب درجة حرارة البيئة المحيطة بها، ودي بنعرفها بحاجة اسمها الميتوكروزيس، يعني بطنها لونها بيتغير او حسب الميتاكروزيس يعني. وطبعا هي ماشية بالرمل كده هتلاقي، تبص تلاقي بتقدر تحمي عينيها من ذرات التراب، من ذرات التراب، وتحمي عينيها ان اي حاجة او اي تراب يخش عليها. هنا بص دفنت نفسها اول ما لقت فريسة، اي دفنت نفسها في الرمل مش شايفه خالص. البتاع ده ماشي، الحيوان الصغير ده ماشي مش مد اخوانه، وهي عماله تراقبه ودفن راسها في الرمل، مش باين غير عينيها بس، ودي على فكره ما تشوفهاش، يعني حتى عينيها من وسط الرمل ما تشوفهاش. والسحليه دي ماشيه، ابص هنا دفنت نفسها في الرمل ازاي، اي دفنت نفسها في الرمل خالص ما تشوفهاش. لذلك انا لما نزلت ما لقيتش حاجه، هلاقي فين يعني؟ زي ما انت بتشوف بالظبط كده، مش هتقدر تعترف فيها، اهي خلاص مجرد ما تدوس عليها بتروح نطره في وش البني ادم خلاص، يعني العلاجها الوحيد هو البتر. شوف هنا مش شايف حاجه خالص، يعني هي كمان حاجه ممكن تدفن نفسها نهائي في الرمل ما يبانش منها حاجه نهائي. وده ماشي صاحبنا مش مد اخوانه، والتك هتطلع تروح مفترسه. بص ماشي مش مفيش، انا بقى لو كنت مشيت ودوست عليها كانت على طول نطرت اللتر سم الازرق دوت، وكان يعني مفيش اسعافات، دي بتبقى موته موتة. بص خرجت اهي، قامت مفترسة بلعته. هي طبعا احيانا بتروح يعني ممكن تخدره، وبعد ما تخدره او مش تخدره بت بت بتروح ارصاب السم وتسيبه كده يعني ساعة ساعتين وتروح بلعاه.
طبعا سم الطريشه من الحاجات القاتله اللي ملهاش علاج. يعني مثلا لو واحد قرصه طريشه، في ناس كتير بتبقى عايشه واتقرصت من التعابين، ده على طول كان زمان بيروح واحد معاه سيف ترك يروح مطير دراعه، لو قرصتك في دراعه بيروح باتر الدراع نهائي، لانه السم لو انتشر في الجسم بيمشي بيعمل تجلط، بيبقى عامل زي الجيلي كده. طبعا خلاص عمل جلجلي، القلب لا بيضخ دم والجسم ما فيش سيوله خالص، يعني بيبقى لازق، بيبقى الدم عامل زي الجيلي ده، الانسان بينتهي تماما. وهم اليومين اللي فاتوا دول عملوا حاجه لذيذه قوي، العرب اكتشفوها، ان لما حد بيتقرص، لان في ناس على فكره فابو رواش الحاج طلبه والناس دي كلها بيتاجروا، بيطلعوا رحلات بيصطادوا عقارب وبيصطادوا تعابين بكل انواعها وبيصدروها وبيستوردوا، الموضوع ده تجاره رابحه جدا جدا لكتير قوي من الناس اللي شغالين. طبعا في كذا جنينه حيوانات وناس كتير قوي شغاله في الاستيراد والتصدير، وبيطلعوا رحلات من مصر وبره مصر يصطادوا الحاجات دي ويبيعوها. واكتشفوا ان لحد مثلا قرصوا حاجه بيبقوا هم معاهم الترا فايلوت ومعاهم نار بيستعملوها في الرحلات بتاعه الصحراء دي، بيبقوا على طول ماسكين ورابطين، مكتفين ورابطين ايده، ويروحوا كويين دراعه كوي غائر عشان الدم ما يسراش في الجسم ويبتدي الانسان يموت. هما طبعا العرب اليومين دول بيقولوا لا، احنا بدل ما كنا بنبطر احنا بنعمل الموضوع دي وجابت نتيجه. انما الغريبه بقى يقول لك والله الانسان اللي اتقرص واحنا نقذناه بيخف تماما ومفيش اي مشكله، انما لاحظوا ان كل سنه في نفس الميعاد القرصه بيحس باعراض اللدغه ويجيله نفس الاعراض، ويقعد 3 4 ايام عنده حمى وتعبان نفس الاعراض بالظبط، وبعد كده بيخف تماما ويشفى ومفيش اي مشكله كل سنه في نفس الميعاد. طبعا ده بخلاف قرص التعبان، بخلاف قرص العقرب. الطرشه لما تيجي تقرصك انت ما بتحسش باللدغه، يعني بتقرصك وتروح عامل كده كانها ناموسه ما بتحسش باللدغه، انما طبعا قرصه العقرب بتبقى كانها حقنه ميه نار، يعني كانها خدت ميه نار فبتحسها فبتصوت، فالناس على طول بيروحوا شفطين رابطين الحته اللي اتلدغت بعد الحته اللي اتلدغت، وبعدين بيروحوا شفطين الدم ده وبينجو يعني. انما طبعا الانسان بيشعر بحمى وبيشعر بتعب غير عادي وبيقعد فتره. انا قعدت سنه وكان يعني ما قرصنيش، ده كان حاجه يعني حاجه كده يعني. انا عايز بس اشوف الفيلم الجاي لو نشوف ازاي اثر الدم السم على الدم بشكله ايه. لو الفيلم جاهز هو هنا، لا هو طبعا مش ده الفيلم، انما هو هنا خلاص نخليه شغال مفيش مشكله. هي دي الافعى المجلجله، وصاحبنا ده اللي شبه احمد السقا جاي بيصطاد افعى مجلجله، نوع من انواع الطريشه، يعني نوع من انواع الطريشه، وهو هنا اصطادها. طبعا هو ماسك البق بتاعها، لان هنا هيورينا بقى الفكوك بتاعتها شكلها ايه، وهيورينا السم بتاعها شكله ايه. على فكرة اللسان اللي هي مطلعاه ده من السم، اللسان اللي مطلعاه ده هو حاسة الشم بالنسبة لها اللي بتقدر تكتشف فيه البيئة اللي حواليها، يعني بتعمل كده فبيجي لها طبعا ذرات الهواء محملة برائحة الفرائس ورائحة الأعداء بتاعتها، فعلى طول لو لقت رائحة فريسة باللسان بتاعها ده بتجري عليه وتاكلها، ولو لقت شمت رائحة مفترس هي ما تقدرش عليه فبتبعد، لذلك على طول دايما تطلع لسانها وهي ماشية. شايفين هنا في آخر الديل هتلاقي الجزء الأخراني ده حاجة كده مجلجلة اللي هو الجرز اللي حواليها، فطبعا هي ماشية عمالة تجلجل. في بعض التعابين منها ما تبقاش مجلجلة ولكن بتعيش في المزارع. شايفين هنا بقى، شايفين النابين دول، كل ناب منهم متصل بغدة سم، وهي على طول أول ما بتقرص تقرص الفريسة بتاعتها دي بتبقى عاملة زي أربع حقن بالظبط. شوف كل واحدة عليها اتنين ازاي، بتبقى أربع حقن بالظبط دخلوا السم الفريسة بتاعتها، على طول بتبقى يعني تنتهي في الحال، أو إذا كان إنسان بينتهي في الحال. وعلى فكرة بق الأفعى ممكن يتسع، يعني العضلات بتاعته هو الجمجمة بتاعته ممكن البق بتاعه يتسع انه يفترس فريسة اكبر من حجم فمه بحوالي 4-5 مرات، يعني ممكن يفترس فار. هو طبعا الجمجمة بتاعته قد كده، لا ممكن فريسة كبيرة او فار كبير يبتلعه نهائي، وبعدين يحط العصائر الهاضمة
وخلاص اوكي مفيش اي مشكله يعني. فطبعا الوعاء الثعابين 3000 نوع، انواع كتير جدا لو قعدنا نفرد لهم حلقات مش هنخلص، انما احنا عايزين ناخد فكره. تبص تلاقي تعبان الطريشه ده رغم انه صغير جدا انما من اخطر انواع الافاعي، وفي تعبان بيبقى كبير وعريض وتلاقيه ولا اي حاجه خالص يعني، ولا حتى يعصرك لو زي ما بالظبط بتروح مثلا مكان كده او ملاهي واحد بيجيب لك التعبان الكبير ده ويلفوه حواليك ده ولا في اي مشكله، وهو مدي الامان لانه عارف ان انت بتهزر معاه وبهزر معاك. انما طبعا لو فريسه وحس منك بالغدر هيبص تلاقي افترسك ولف عليك لفه وخلاص جابك نصين. لذلك دايما الناس اللي عايشه مع التعبين، هو التعبان انت مش على قائمه طعامه، يعني انت مش على قائمه طعامه، هو مفيش عداء بينه وبينك، انما هي المشكله انه بيستشعر منك الخوف اول ما بتمشي، زي بالظبط لو انا دوست عليه يبقى انا جاي اقتله، فلازم هو يدافع عن نفسه دفاع عن نفسه وروح ناطر حقني بالسم. انما لو انا عشت معاه وهو الراجل يعني عنده الاكل بتاعه وعنده الفرائض بتاعته انا مفيش مشكله بالنسبه لي. وفي ناس كتير قوي عايشه في الجبال وعايشه في وسط تعابين وعندها علاقه حميميه بينها وبين الثعابين مفيش اي مشكله وما بيتقرصوش على فكره. وفي ناس اللي هم تجارتهم اللي هم يبحثوا عن التعابين دي ويبيعوها، طبعا هو بيبحث عن التعبان ليه؟ التعبان خايف منه فاكيد بيتقرص من التعبين. وهم ساعات بيبقى في ناس عندهم مناعه من التعبين دي وفي ناس بتموت بتبقى يعني شهيد اكل العيش. طبعا سم التعبان اقاويل اتقالت عليه كتير قوي، يعني يقول لك والله يعني قصص من ضمن القصص يقول لك ده في تعبان كان راجل مش عارف بيعمل ايه وبعدين جاله تعبان صغير كده فقام جاب الفاس وضرب التعبان فمه بتدور على التعبان وده غير حقيقي طبعا، فلقت ابنها مات فعرفت ان الراجل ده هو اللي قتله، فجت بالليل الراجل عامل وليمه يعني فقامت بخاله في السم بتاع بخاله السم في الاكل فكله مات وموتت عياله كلها. فطبعا دي قصه خرافيه ما يعني ليس لها اي صله بالحقيقه وهقول لكم ليه. وناس تانية بيقولوا الله طب ما هو التعبان دوت لو بلع ريقه هيموت لانه سم. طبعا كلام فارغ يعني ازاي تعبان يبلع ريقه ويموت؟ طبعا كلام مش صح يعني. وفي ناس تانية يقول لك والله لا هو التعبين لما بتتخانق مع بعض ما بتتخانقش مع بعض وما لا هو التعبان بيتخانق مع تعبان زيه وبيحصل صراع، يعني ساعه التزاوج لما بتشوف هتلاقي الذكر بيتخانق مع الذكور التانيه. انما في حاجه غريبه جدا، ما فيش ذكر فكر انه يقرص الذكر التاني بالسم، هو بيتخانقوا مع بعض صراعات ومش عارف ايه وخناقات ويمسكوا بعض وبعد كده كل واحد بيشوف حاله زي ما هنشوف عمليه التزاوج. انما مفيش تعبان قرص التاني، والناس لسه لغايه دلوقتي او العلماء لسه ما اكتشفوش الموضوع ده ليه، يعني ايه سببه. اولا عايزين نفرق، يعني انا هجاوب على نقطه السم ديت بس انا عايز افرق النهارده بين حاجتين، بين فينوم وبين بويزن. التعبان او الثعبان له فينوم، يعني ايه فينوم؟ فينوم وبويزن الاثنين سم، انما تعبان بيبخ فينوم. الفينوم ده ما يبقاش اثره سام غير لو مشي في البلاد ستريم او في تيار الدم بيحصل له تجلط زي ما هتشوف في الفيلم الجاي. انما البويزن ده سم ممكن مثلا يحط لي مثلا فوسفيت زنك في اكل فاكله اموت، اشم مثلا غازات معينه فموت، ده سم. طب معنى ذلك ان الفينوم ده لو جه، الفينوم ده عباره عن ايه يعني في الاول؟ الفينوم ده عباره عن ايه؟ هو زي ما احنا شفنا في الفيلم اللي فات ان هم نابين وكل ناب منهم عليه غده ورا، الغده دي بتفرز سم بينزل في النابين فهو الحقنتين. جميل قوي. الفينوم ده عباره عن ايه؟ عباره عن بروتين. واحنا في الحلقات اللي قبل كده في كذا حلقه قلنا ازاي تخليق البروتين اللي هو سلسله من الامينو اسيدز مع بعض وبيكون بروتين. طيب هل البروتينات كلها زي بعض؟ قلنا قبل كده لا، ان الانسولين ده عباره عن بروتين بيؤدي وظيفه للبالانس او توازن نسبه السكر في الدم، وحياتنا كلها عباره عن بروتينات بتتخلق في الخليه وكل بروتين له وظيفه معينه. اذا السم ده هو بروتين ولكن هو فينوم. يعني ايه فينوم؟ يعني لازم يتحقن في الدم عشان يحصل تجلط في الدم. طب لو السم ده احنا كناه في معدتنا، يعني لو جت تعبان ده بخنا في الاكل اللي احنا كنا فيه وكنا الاكل ده، هل هيحصل تسمم؟ بالطبع لا.
يعني مش هنموت بالطبع. لا، اذا ده ينفي القصه اللي بتاعت القصه الغريبه قوي ان التعبان معرفش بياخد بطار ابنه وراح قتل العيله. الكلام ده كلام فارغ ملوش اي اساس. وعلى فكره اتبنى على القصه دي اساطير واقاويل وناس والله اكبر سبحان الله. كلام فارغ. ليه بقى كلام فارغ؟ لان التعبان لما هيبخ سمه، احنا قلنا التعبان ده فينو من السم، والانسان هياكل السم ده ولا هيجرى له حاجه، انما هيحصل له ايه؟ تلبك معوي. يعني ايه تلبك معوي؟ تلبك معوي لانه زي بالظبط انت مثلا كلت لحمه مثلا انت مش واخد عليها، او كلت بروتين فاسد، هيجي لك تلبك معوي لانك مش واخد على هذا النوع من انواع البروتين. انما العصارات الهاضمه والانزيمات بتاعه المعده هتتعامل معاه كانه لحمه وخلاص، ما فيش مشكله والدنيا بقت حلوه وتمام التمام وما فيش مشكله. مش هيحصل تسمم؟ لا، مش هيحصل تسمم. جميل قوي. اذا القصه بتاعه التعبان اللي بياخد بطاره مفيش. تاني حاجه، التعبان ياخد بطاره ازاي؟ هو التعبين بتعيش مع بعض؟ لا طبعا، هو التعبان النهارده زي ما هنشوف النهارده في الحلقه دي بيحط البيض بتاعه، وفي منهم بيسيب البيض بالسلامه يمشي خالص، وفي منهم يقعد يراقب البيض من بعيد كده عشان حمايه، وفي منهم اللي ملوش علاقه بالبيض خالص، اول ما البيض يفقس التعابين بتطلع، والتعابين الصغيره بتطلع عارفه قصتها وبتروح تصطاد بحياتها وتفترس. وطبعا بيجي طبعا طيور ومفترسات وحيوانات بيفترس التعابين الصغيره دي، بس هي بتعيش حياتها بعيد عن الام خالص. اذا التعابين مش عيله عايشه مع بعضها. عشان التعبان ياخد بطار ابنه ده ما بيعرفوش، من وهو بيضه ما بيعرفوش. وساعات التعبان البيضه دي بتفقس جوه الام وبتخرج التعبان كانه ولد، كان هي ولدت. طبعا هي مش ولدت، انما هي من الثدييات، انما هي البيض بيفقس جواها وبتخرجه. واحيانا بتحتفظ بالحيوانات المنويه بتاعه الذكر زي ما هنشوف في عمليه التزاوج ديت، لغايه لما يجي لها مزاج تلقح او تخصب البيض اللي جواها، وبعد كده تخرج البيض المخصب او تخصبه جواها وتخرجه احياء. طبعا 3000 نوع، كل نوع له طريقه في التقاصر وله طريقه في التزاوج وله طريقه في المعايش مختلفه عن النوع الاخر. وهو عالم الثعابين عالم عجيب جدا. اذا الثعبان لازم السم بتاعه، طبعا مش كل الثعابين سامه، احنا قلنا يعني حوالي 10% من الثعابين ديت اللي هي انواع سامه، والسميه بتختلف. في بتبقى حاجه السميه زي التريشه ده، وفي سميته ضعيفه جدا جدا جدا، وفي لا يكاد سميته يعمل لك شويه ارتكاريا وخلاص. يعني ما في يعني الكوبرا اللي احنا شفناها، الكوبرا الكبيره دي كلها ممكن تسبب الم وتسبب بلاوي وتقعد، انما مش قاتله. يعني زي الطريشه الصغيره، او نسبه كميه السم اللي بتفرزها جوه الجسم مش كتيره، انما البتاع الصغير ده اللي اسمها طريشه انا شفتها بعيني حوالي ازازه لتر ونص ميه مليتها سم ازرق. تخيل لتر ونص ميه دول كانوا جواك مشكله. طبعا جواك بيبقى جواك في البلاد ستريم او في تيار الدم عشان يحصل الموت. انما لو حصل ان جوه الاكل وانت كلته ما حسيتش ان في طعم غريب، مش هيحصل حاجه، هيحصل بس تلبك معوي. ده نتيجه لايه؟ نتيجه لانك انت مش واخد على نوع البروتين ده. بالعكس، ده في بعض الدول بتجيب سم تعابين ديت وبتشربها للبني ادمين نوع من العلاج ونوع من يعني زي الفيتامينات كده تقوي الجسم، وبيستخدموه بيخلطوا بيه او بيدوا بيه بعض الناس اللي هي مناعه ضد لدغ التعابين، وفي ناس بتدي منه بيطلعوا منه دواء، وفي ناس بتديه عشان يظبط السكر في الدم ويظبط الضغط. يعني ليه منافع طبيه غير عاديه. بيستعمل كما هو از رو ماتيريال كده، زي ما هو سم تعبان البدو والناس العرب يعرفوا يعملوا الموضوع ده، او الجماعه بتوع المصل واللقاح بيطلعوا منه ادويه، او شركات الادويه بتاخد السم ده وتشتغل عليه تطلع منه بلاوي زرقاء يعني، او تعمل حاجات شبيهه مخلقات ليها. فطلع سم التعبان ما هوش ضر، والتعبان نفسه ما هوش شيء مؤذي. يعني جلد الانسلاخ بتاعه احنا بناخد منه صنف، بنطلع منه مصنوعات جلديه، غير ان هو اصلا التعبان وجوده في الحياه كاعداء طبيعيه للفئران وغيرها وبعض الحاجات بيعمل توازن طبيعي. اذا مش كائن ضار نقدر نخاف منه، غير ان هو ممكن تتعايش معاه لو هو امن شرك، لانه هو مش قادر يفهم. وكثير من البشر زي ما قلت لكم في حلقات قبل كده، الصراعات اللي بيننا وبين البشر بتنشا من ايه؟ بتنشا من عدم تفاهمنا مع بعض. واحد مش فاهمك فبيبتدي يتصارع ويقتلك وكده، فالتعبان مش فاهمك، هو فاهم انك جاي تقتله فخلصت. طب واحد يقول لي طب هو لما بيبلع السم بتاعه ما بيموتش؟ احنا اتفقنا بقى ان هو لو بلع السم بتاعه هو المعده بتاعته هتعتبره كبروتين،
جميل قوي. الغريبة ان انا عايز اقول لك ان انت نفسك بتفرز سم زي التعبان بالظبط. معقولة احنا بنفرز سموم؟ ايوه طبعا. ازاي الكلام ده؟ يعني هديك مثل لمرضى السكر. احنا المثل اللي احنا قلناه، الانسولين ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن بروتين بيتفرز فين؟ بيتفرز هرمون معين بيفرز الانسولين دوت عشان يظبط السكر في الدم او يحرق لنا السكر الزياده. طب جميل قوي، الانسولين ده بيتفرز فين؟ بيمشي في القنوات الهضميه، يعني بيخش فين؟ بيخش المعده. جميل جدا. طب الناس اللي عندها التهاب في البنكرياس والانزيمات بتاعه البنكرياس دي دخلت في تيار الدم، ما ده سم، بس سم مشي في طريق غير طريقه. هذا السم لو ما نزلش في المعده ونزل في الدم انتهيت، يعني انت زي التعبان بالظبط. اه طبعا جوانا سموم، ولكن بتبقى بطريقه متوازنه وليها طريقه معينه، انما لو الطريقه دي اختلت بيحصل موت. فاصل صغير ونيجي نشوف الفيلم ده. السلام عليكم إخواني المزارعين، أكيد عاوزين محصول القمح يبقى كتير، يبقى لازما تستعملوا بيلوكسيل.
ده بيمنع الرؤاد، وكمان تقدر تضيفه على مبيدات الحشايش والسماد، وأحسن ما عاد ترش فيه من بعد الزراعة بثلاث أسابيع ومعاك لحد ست أسابيع. مع بيلوكسيل إنتاجك هيبقى كتير. بيلوكسيل للفلاح الأصيل. مصر بتعمل أول وأكبر بورصة زراعية وتصنيعية زي ما وعد رئيس الجمهورية. هذا بالإضافة لإنشاء بورصة زراعية على مساحة 57 فدان والانتهاء من المشروع خلال عام واحد فقط. تعلن الغرفة التجارية بالبحيرة عن حجز وكالات ومحلات وثلاجات ومحطات لتصدير الخضر والفاكهة. المزاد العلني بدمنهور 4 نوفمبر 2017. تعقد الجلسات يوم السبت من كل أسبوع للاستعلام رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فتحي مرسي 010-875-8167. المنسق العام للمشروع الأستاذ محمد الشريف 010-845-7448. خبير مثمن أستاذ حمدي أبو اسماعيل 010-894-6571. بادر بالحجز وانتهز الفرصة. السلام عليكم، عدنا لكم من جديد. قبل الفصل اتكلمنا ان الانسان بيبقى زي التعبان بالظبط، لان التعبان بيفرز سم وهو بيستعمل السم ده للدفاع عن نفسه او يعني او عشان ياكل فريسة يتغذى عليها يعني، او لو مثلا في صراع مع كائن تاني غير التعبان بيقدر يدافع عن نفسه بيه. جميل جدا. طيب هو دلوقتي لما اتى الفار موته مثلا زي ما هنشوف بعد شوية، وهو كان الفار ده، طب ما الفار ده مسموم، طب ما هو يموته. احنا اتفقنا انه بدل الفينوم ده دخل جوه المعدة، اذا المعدة بتاعت التعبان او معدة الانسان هتعتبر هذا السم نوع من انواع البروتين او كأنه لحمة، وتتعامل معاه العصارات الهضمة والانزيمات تتعامل معاها على هذا الاساس. إذا مش هتموته، طبعا مش هتموته إلا كان يقتل الفريسة وما يكلهاش عشان ما يتسممش. جميل جدا. وقلنا إن إحنا جسمنا بيفرز سموم برضو زي الناس، زي مثلا قلنا هرمون الإنسولين اللي بيتفرز في خلايا البنكرياس، بس بيتفرز في صورة غير نشطة، ولما الجسم بيحتاجه بيستدعيه بيتنشط في القنوات الهضمية، واخد بالك، في القنوات الهضمية جوه المعدة عشان يعمل التوازن بتاعه. انما لو هذا لو حصل التهاب مثلا في البنكرياس زي الاكيوت بنكرياتيتس اللي هو التهاب البنكرياس، والعصاره بتاعه البنكرياس دي دخلت الدم بصوره معينه، ممكن يحصل تسمم يعني، لان في عصارات كتير جدا. انما هرمون الانسولين بيروح بكميه معينه عشان يتوازن مع السكر اللي هو سم برضو لو زاد عن الجسم، يعني سكر الدم لو زاد بطريقة معينة ما هو سم، ممكن يقتل الإنسان بس ببطء. فالإنسولين بيعمل توازن. إذن جسم الإنسان ممكن يفرز سموم لو راحت في مكان غير مكانها، أو في طريقة غير مكان غير القنوات اللي مخصصة ليه، لأن احتفالنا أن كل بروتين له طريقة عمل معينة في جزء معين. لو الجزء ده اختل، او الجهاز المحتوي هذا الانزيم او هذا البروتين ما قدرش يتحكم فيه وتسرب منه، بيحصل تسمم. كذلك نفس الحال هنقدر نشوفه في التعبان. التعبان هو بيبخ سم، السم ده بيبخه في الدم. هو ليه ما بيجلوش في الدم؟ لانه هو السم ده بينزل في المعدة كأنه بروتين. وفي نفس الوقت انا قلت لكم انه التعبين مع بعض ما بتتعاملش مع بعضها في بخ السم. لغايه دلوقتي في ابحاث مش عارفة ليه التعبين مع بعضها ما بتاكلش او ما بتقرص بعضها بالسم، مش لسه عارفين الموضوع ده. انا عايز بس اوريكم الفيلم اللي جاي ده، نشوف اثر لدغة التعبان في الدم شكلها ايه لما يبقى فيه دم. اهو الراجل ده جاب التعبان، احنا طبعا شفنا الفكوك بتاعته بس هنشوفها تاني.
اهو ادي الفكوك بتاعته، وابتدى بينرفز التعبان بيضايقه، فطبعا التعبان بيفرز السم بتاعه. انا بالظبط اتملى البرطمان ده لما لو قلتلكم في لما جينا الطريشه اتملى نفس البتاع ده بالسائل الازرق. المهم الراجل ده خد السم ده ويبتدي هيجيخده في حقنه، وعايز يورينا شكل الحقنة السم دي لو دخلت الدم عندنا الدم هيبقى شكله ايه. ابتدى يحبسه مكانه وابتدى ياخد جزء من السم ده وهيجيب دم عادي جدا كان سحبه من اي انسان، وهيشوف الدم هيبقى شكله ايه، هيورينا الدم بقى جيلي. بص جاب نقطة، تخيل بقى لتر ممكن يعمل في بلاده. بص هنا شوف الدم بقى ايه، جلطة. ده بقى طبعا مش انسان جاله جلطة، ده الدم كله بقى متجلط. شايف الدم بقى عامل ايه؟ طبعا مش هيغذي انسجه، الانسان هيصفر ساعتها لان الجسم ما بيوصلوش اي نوع من انواع الغذاء عن طريق الدم، فالجسم ساعتها يصفر ويخضر والانسان يموت في ثواني. طبعا ربنا لم يخلق اي من مخلوقاته عبثا، فسم الثعابين او الفينو بتاع الثعابين ليه فوائد كتير جدا زي ما ذكرنا وهنذكرها تاني. ايه فوائد الثعابين دي؟ قالك بيستخدم سم الثعابين لمعالجة حالات تخثر الدم اللي هو الجلطات والسكتات الدماغية، انه برضو بيستخلصوا منه بروتين اسمه ديفايبريز. ديفايبريز دوت البروتين ده بيقلل من مستوى الفيبرينوجين. الفيبرينوجين ده بيبقى موجود في بلازما الدم، هو اللي بيسبب الجلطات. جميل جدا، يعني بيستخدم في علاج الجلطات. بيستخدم في علاج مشاكل الخلل العصبي لدى الانسان، يعني بيعالج السنتر نيرفس سيستم، بيعالج حالات قصور القلب الاحتقاني. فطبعا سم التعبان بيقوي عضله القلب، بيعزز عملها لضخ الدم خلال الشرايين والاورده. طبعا ده بيحمي الجسم من جلطات الشرايين او جلطات الشريان التاجي على وجه الخصوص. طبعا سم التعبين طبعا ده لو اتخذ بطريقه معينه في المعده بيساعد على علاج مرض السكري اللي هو مرض السكر، بينظف مستوى السكر في الدم. شيء غريب جدا من فوائد سم التعبين، يعني التعبان ده حاجه كويسه، حاجه كويسه، ربنا مش خلقه كده اعتباطا. يعني بيحافظ على ضغط الدم كمان، ده طبعا بيحافظ على ضغط الدم معدلاته الطبيعيه، بيخلي الدم ضغط الدم في معدلاته الطبيعيه. لذلك الناس اللي بتتقرص من التعبين لا بيبقى عندها سكر ولا بيبقى عندها ضغط دم، شيء غريب جدا يعني. وطبعا بيساعد على خفض الدم المرتفع، يعني خفض الدم المرتفع بينزله. بيدخل في صناعه او بيخش في صناعه بعض المراهم المستخدمه لتليين البشره وتخلصها من التشققات، والناس اللي هم يعني طبعا بيزيد من نعومه البشره ونضارتها، وده بتبقى مراهم او كريمات غاليه جدا الستات بتستعملها وعارفاها. طبعا من حاجاته طبعا بيؤخر ظهور علامات الشيخوخه المبكره، ويقلل من ظهور الخيوط الرفيعه المحيطه بمنطقه العينين والفم في العلامات بتاعه الانسان لما بيكبر. يعني بيدول الاطفال كمصل عشان يزيد مناعتهم ضد سم الافاعي ولدغتها القاتله في كتير قوي من الاحيان، في كتير جدا من انواع التعابين. طبعا بيدخل في صناعة بعض العقاقير والأدوية، ده غير ان جلود الانسلاخ لكثير من الثعابين بيتعمل منها زي ما قلتلكوا مشغولات جلدية غالية جدا وبتتباع بأغلى الأسمان. ده بيتوقف على نوع التعبان اللي انت خدت منه الجلد ده. ده غير انه عدو طبيعي طبعا زي ما قلت لكتير قوي من الفئران والأفات. طيب نشوف بس الجزء بتاع الطريشة دي وهي بتقتل فار كده صغير، عايز اشوفها. يعني المفروض احنا كنا نشوف الفيلم ده من الاول، بس نشوف الفيلم ده مع بعض. جاهز؟ اهو بص هنا لقطة اهو، ده برضو اللي طلع لي بس التاني المقرنن اهو. ضربة بسيطة. شايف الفار عمل ايه؟ خلاص جسمه الدم اللي جوه تجلى تماما زي ما شفنا، تجلى تماما مفيش اي حاجة. قاعد جنب التعبان والتعبان باصص قاعد مستكين، منظره يرعب يعني، منظره انما هو غلبان عايش حياته، يعني هياكل ايه يعني غير كائنات عايشه على كائنات. وبعد كده لما بيرتاح خالص شوف هنا الفرق قد ايه وبق التعبان ده قد ايه. يعني شوف، لذلك في تعبين ممكن تبلع عيل صغير وتبلع بني ادم تبلعه، لان هو بيفتح بقه ممكن يبلع. بص بقه قد ايه، شايف قد ايه؟ يا خبر ابيض، يا نهار ابيض،
شيء مش ممكن, واللي صور الفيلم ده مبدع. طبعا الفيلم ده متصور جوه معمل على فكرة, مش في حوض إزاز. ويبتدي هنا التعبان يروح على الفار يبتدي يبلعه. طبعا هو لو الفار ده, طبعا هو الفار جسمه كله سم لانه الدم بتاعه تجلط, فالمنطقي يقول لك انه لو كان الفار ده يتسمم, انما احنا قلنا النظرية انه مش هيتسمم لانه بيتعامل الفينوم ده فينوم مش بويزون, بيتعامل المعدة بتتعامل معاه لانه بروتين. هنا طبعا بيتحسسوا, طبعا شايفين اللسان اللي طالع ده اللي هو اللسان الشوكي, لسان مقسوم نصين, فطبعا هو بيتحسسوا بيشوف اخباره ايه, هل لسه سخن ولا لسه بيفرفر ولا ايه. فبيبتدي بعد ما بيهدى خالص بيبتدي يروح بلعه تماما. شايف شيء مرعب يعني, ربنا يحفظنا, حاجة كده مرعب مرعب انما طيب يعني. بص طيب, طبعا معظم انواع الثعابين بيبقى ليها جمجمة, والجمجمة دي ليها مفاصل كتير جدا بتخليها قادرة على ابتلاع فريسة زي ما شفنا كده اكبر من حجم رأسها باضعاف, وده طبعا بفضل فكوكها المتحركة. تلاقي الجمجمة مش جمجمة زي بتاعتنا, لا فكوكها بتلاقيها متحركة. وعلى فكرة معظم انواع التعابين غير سامة, والانواع السامة بتستخدم الفينوم او السم بتاعها لقهر وقتل الفرائس بتاعتها, وده طبعا للدفاع عن النفس. والانواع الغير سامة بتبتلع فرائسها حية او بتقتلها بالالتفاف زي ما قلنا, يعني بتلتف حوالين الفريسة بتاعتها وتعصرها. وطبعا التعبان بيستخدم الرائحة لتتبع اللسان بتاعه ده اللي هو اللي عامل زي الشوكة ده لتتبع الفرائس بتاعتها, بتشمها بواسطة لسانها اللي عامل زي الشوكة ده المفلوق نصين, وبعدين طبعا بتستخدمه تشم بيه الجزيئات المحمولة. طبعا كل كائن وهو ماشي ليه ريحة معينة, بتروح هي شم الريحة دي وبعد كده بتبعت الرائحة دي لعضو اسمه فوميرو أو فوميرو نيزل أورجن أو الجاكوبسونز أورجن, بتبعتها للعضو ده. العضو ده بيترجم الريحة دي, الريحة دي ريحة فار فيجري يأكله, أو ريحة مفترس خطر فيبتعد عنده. طبعا الرائحة دي بتميزها زي بتاعت اللسان بالظبط, بعمل زي اللسان اللي عامل زي الشوكة, هو بس مش لسان, بس هو عضو شم. هو ليه وظيفتين, هي توجيه التعبان كعضو حسي وتوجيهه كمان كعضو تذوق. عشان كده تلاقي على طول التعبان عمال يطلع لسانه على طول, يعني لسانه عمال يطلع وانت فاكره سم, هو مش سم, هو ده لسان عمال يستشعر بيه الجو اللي حواليه ايه, ويشم رائحة المفترسات وعارف هيمشي ازاي وهيعمل ايه, هنا في خطر هنا مفيش خطر كده يعني. وطبعا نفس الحاجة لو هو موجود في المية او موجود في الصحراء, والجزيئات دي بيحلل, ابتدى بقى طبعا يحلل الجزيئات دي ويعرف من خلالها طريقه ايه بالظبط, وعن طريقها بيقدر يعرف ان كان موجود فريسة ياكلها ولا مفترس خطر يبعد عنه كده يعني. وحاسة النظر في التعابين متنوعة, في بعض التعابين يا دوب تعرف تفرق بين الليل والنهار, النور طلع ده يبقى نهار, الليل ليل ده جميل قوي. ولكن بعض الانواع بيكون عندها رؤية واضحة ولكنها ليست حادة البصر وبتسمح لهم انهم يتحركوا. وعموما الرؤية عند التعابين, يعني التعبان اللي بيسكن الاشجار بتكون حادة, ولكن التعابين اللي بتسكن الجحور مش محتاجة عليها في حاجة, فبتكون يعني ضعيفة البصر. وفي بعض التعابين بيبقى ليها عينين بتقدر تشوف بعينيها الاثنين, يعني زي البينوكلر كده, ده بتدي صورة للحاجة ودي بتدي صورة للحاجة وبتشوفها بطريقة واضحة. طبعا العين اليمين بتشوف والعين الشمال بتشوف, مش زي طبعا الفراخ عين اليمين بتشوف حاجة يمين والعين الشمال بتشوف حاجة, لا ده العينين بيشوفوا نفس الشيء بس بطريقة أوضح, ودي موجودة في بعض التعابين. حاسة السمع عند التعابين بتبقى ضعيفة جدا جدا لأن التعابين ملهاش ودان أو أذن ودان زينا كده, ولكن ليها أذن داخلية, عشان كده لما يعني مش بتسمع كويس. والحاول اللي بيجي يحرك الكوبرا, انتوا عارفينه طبعا, لما يجي الكوبرا يمسك المزمار ويحركها, طبعا الكوبرا مش بتسمع الحاوي ولكن هي بتتحرك حسب حركة المزمار, ليه عمال يترقص المزمار كده يمين وشمال, وهو طبعا مصاحب الكوبرا فهي بترقص على حسب الحركة دي.
وطبعا بدل اتكلمنا على الكوبرا يبقى لازم نتكلم عن تزاوج الافاعي. هنلاقي ان طقوس التزاوج دي بتختلف حسب النوع والمكان، ولكن بتبدا ان الذكر يلاقي الانثى المناسبه، يعني الذكر بيبتدي يدور والانثى بتبتدي تدور والاثنين بيقابلوا بعض، خلاص بيحصل رضا عن بعض. وطبعا التعابين اللي بتعيش في الاماكن البارده بتتزاوج في اواخر الربيع واوائل الصيف، ولكن اللي بتعيش في الاماكن الحاره بيقدروا يتزوجوا طول العام، مفيش اي مشكله. درجة الحرارة مع توافر الغذاء بيكونوا عامل مهم جدا أو محدد للتزاوج في التعبين. فبنلاقي الذكور عدوانية بعضها مع بعض، يعني لما بيلاقوا أنثى واحدة جميلة شيك كده بتترقص ناعمة لذيذة، فتلاقي الذكور عمالة تهاجم بعض وتتخانق مع بعض لغاية لما أنثى تشاور للذكر الفلاني الجامد ده إن أنت هنتجوز، وبعد يعني بيروح لها. فلما الذكور شوية التعبين اللي هم الذكور بيقفوا مع بعض كده كل واحد بيراقب المشهد، لما خلاص بيطمنوا ان هي اختارت الجدع الجتة ده كل واحد بيروح يشوف حاله يدور له على انثى تانية. وبمجرد حدوث التزاوج ده بتنصرف الانثى عن طريق مختلف عن طريق الذكر. ولو الانثى دي اللي بعد ما حصل عملية التزاوج خلاص اتجوزوا الذكر دوت، خلاص بتقول له روح لحالك بقى مفيش مشكلة. لو لقيت ان الذكر ده بعد انتهاء التزاوج لسه موجود بتبقى عدوانية جدا، انت عايز ايه؟ في ايه؟ ايه اللي مقعدك؟ يعني وفي الغالب بيبقى الذكر اللي قاعد ده بيبقى قاعد من التعب لانه اول مره يحصل له تزاوج، فبقى قاعد منهك من التعب، انما الانثى بتطرده بعيد، وبعد ما بتطرده بيبقى خلاص خد الخبره بيروح يدور على انثى تانية. انما الذكر المخضرم اللي عنده خبره بيكون في عجله من امره، بعد ما بيخلص التزاوج مع الانثى بيجري على طول يدور على انثى تانية. والانثى اللي اتجوزت ما بيكونش عندها وقت فاضي لأي ذكر تاني لأنها بتكون مشغولة بتفريغ البيض المخصب جواها، وفي بعض الأنواع بتحط البيض ده بعد التزاوج مباشرة، وبعض الأنواع التانية ممكن البيض ده يفضل جوا بطن الأنثى وبتخرجهم قبل ما البيض يفقس بحاجات معينة، يعني بفترة قليلة جدا ويخرج على طول البيض يفقس. وفي بعض طبعا بتحطهم في الجحور أو في مكان آمن. وكتير قوي من انواع التعابين بتضع بيضها وبتنصرف بتمشي وبتكون ملهاش علاقه بيهم خالص، بتحط بيضها تمشي بقى خلاص ملهاش علاقه بيهم، يعني بتسيبهم لحالهم يعني. وبعض الانواع التانية بتحوم حواليهم للحمايه مجرد، ومجرد ما بيفقسوا خلاص بتطمن عليهم خرج تعبان، تعبان يعني جامد، بتروح سايباهم ومشيه، لان التعبان اللي خرج ده من البيضه شبه الام بالظبط وبيجري يفترس، يعني خارج متعلم وعارف ان ده هياكل فار وبتاع، انما طبعا تعبان صغير بتلاقي طيور بتيجي تفترسه، سحالي بتيجي تفترسه، نسور بتيجي تفترسه، طبعا غير التعبان الكبير بيبقى برضه لسه ما عندوش خبره يعني. طبعا التعبين ذات الجرس البيض بيفقس جوه الانثى وبتولد الانثى على طول، يعني يقول لك دي الانثى دي ولدت، هي مش ولدت، هو البيض جواها فقس فطلع على طول تعابين صغيره. وطبعا بعد ما بيخلص الانثى بعد ما بتخلص التزاوج بتبحث عن ذكر اخر للتزاوج، وفي بعض الانواع بتحتفظ بالحيوانات المنويه للذكر جواها لما بتحتاجها لتخصيب البيض، بتخصب طبعا البيض مع نفسها بدون ذكر وبتعيش حياتها يعني. والتعبين اللي يعني بتفقس من البيضة بيكون لها أسنان حادة عشان كده هي بتكسر البيضة بنفسها يعني. التزوج أما يحدث كل سنة، يعني التعبان يتجوز كل سنة أو كل 3 سنين. والصغار طبعا اللي هو الفأس الجديد اللي هو التعبين الصغار اللي طالع من البيضة زي ما قلت لكم هم عارفين سكتهم وبيعيشوا مع نفسهم من ولادتهم، وبالتأكيد طبعا بيكون معرضين للافتراس زي الطيور والثعالب والسحالي، وطبعا نسبة الوفيات فيهم بتكون عالية جدا جدا جدا، ده في الحياة البرية يعني. ما نقدرش طبعا بعد ما ذكرنا التعبين والتزاوج ما نقدرش ما نتكلمش عن أفعى الكبرى اللي التزاوج بتاعها ليه مراسب تانية وليه شكل تاني. أفعى الكبرى الملك زي ما بيسموه بتعتبر أطول أفعى سامة في العالم، والعديد من الأشخاص بتخشى هذه الأفعى بسبب عدد الوفيات اللي بيسببها أفعى الكبرى دي. وفي عديد من أنواع الكبرى طبعا أنواع كتير جدا، ولكن أفعى الكبرى الملك اللي احنا هنشوفها دلوقتي هي أكبر وأخطرهم على الإطلاق. العديد من الناس
بيموتوا كتير قوي من الناس بيموتوا من لدغه افعى الكبرى الملك كل سنه لان بتبقى سامه، انما طبعا في كبرى انواع من الكبرى انواع كتير جدا يعني. افعى الكبرى الملك هي من اطول الافاعي السامه، وزنها حوالي 20 كيلو جرام، وعاده ما يكون ذكر افعى الكبرى الملك اطول من الانثى ووزنه أكتر منها، ده غير المعتاد طبعا في جبهة التعبين بتبقى الأنثى أطول ووزنها أكبر، إنما الكبرى بيكون طول التعبان الذكر أكبر ووزنه أكبر. طبعا وتتميز أفعى الكبرى الملك برأس واسعة كبيرة عن بقية الأفاعي، وبيقدر يرفع نفسه طول جسمه في الهواء، بيبقى واقف كده حاجة غريبة جدا ونافش جسمه، وبقية جسمه الطول التاني بيبقى على الأرض. أو الفيلم اشتغل أهو. طبعا أهديت شوف هنا أفعى. طبعا أفعى الكبرى الملك مش ممكن تمضغ فرائصها، وبالرغم من كده طبعا شوف هنا شوف بيعملوا ايه، دي بقى رقصة التزاوج، ده الأنثى، لا الأنثى بتاعتها بيرقصوا رقصة سلو، والله البني آدمين ما يعرفوا يرقصوها. شوف هنا رقصة تزاوج ودلع وكورت شيب، ويعني وهو بيحضنوا بعض حضن جميل جدا. امال ايه الأفاعي؟ أفعى يقول لك أفعى، أفعى ايه ده؟ يعني في منتهى الرقة ومنتهى الشياكة ومنتهى الرقي. شايف اتنين بيرقصوا مع بعض وقبلة جميلة، وهو شوف هو هي قدامه وهو ورا زي تايتانيك يعني، اهو خدوها من الافاعي، تايتانيك دي خدوها من الافاعي، وبعدين بيحضنها جميل جدا، بيعيشوا حياتهم يعني. والله عايزين ميوزيك سلو، مزيكا كده هادية، حاجة جميلة يعني. لو مخرجنا كان يجيب لنا مزيكا كان الوضع يبقى جميل جدا. اهي كبرى ليهم طبعا كل نوع من انواع الافاعي ليه طريقه في التزاوج، بس دي اكبر حاجه تحس بالمتعه. طبعا هنا بيبتدي يحصل التزاوج بعد ما بيخلصوا الرقصه، وطبعا هو هنا بينغزها نغز بسيط كده عشان تحرك نفسها، نوع من انواع الطقوس التزاوج. وبعد بقى بيحصل التزاوج بيبتدوا يبحثوا، الانثى بتبتدي تبحث عن مكان وضع البيض. طبعا الذكر والانثى بعد ما تحط البيض، الذكر خلاص لا ليه علاقه بالانثى ولا ليه علاقه بالبيض ولا ليه علاقه بعياله ولا اي حاجه. اللي يقول لك بقى ده قتل ابنه وجري بخله ياخد بالطار، منين يا حبيبي جبت الكلام ده؟ منين ده؟ ما يعرفش لا سلوك التعبين ولا يعرف تاريخ حياتهم ولا يعرف اي حاجه. شايف هنا قمه الرقه وقمه الرومانسيه اللي بيعملها الكبرى، يعني قيمة الرومانسية والله شيء جميل. ولو تشوفوا ازاي الانثى اختارت هذا الذكر، والذكر ازاي اختار هذا الانثى، نوع من الرقي. طبعا هنا بيحصل مراسم التزاوج تماما، وبيبتدي الذكر يضخ السبيرمز او الحيوانات المنوية، وبعد كده بتبتدي الانثى تدور على مكان تحط فيها البيض بتاعها، او مكان بيكون امن جدا بعيد، مكان يكون رطب ما بيكونش فيه درجة حرارة عالية عشان يبوظ البيض، مكان يكون رطب، وبعدين بتبتدي تحط البيض بتاعها بطريقة معينة. وطبعا الحاجات طبعا هو ده يعني حيوان بيبتدي يراقب الدنيا عشان يتغذى على البيض ده، انما ما بيقدرش يعني، هو بيراقب الحياة شكلها ايه انما مش بيقدر. الكبرى بتهضم الغذاء بتاعها عن طريق احماض قويه داخل معدتها، وبتقدر افعى الكبرى الملك انها تعيش على وجبه كبيره لعده شهور دون الحاجه الى طعام. وده طبعا بيرجع ان التمثيل الغذائي او الايض بتاعها بطيء جدا جدا، او بتحرق الغذاء بطريقه بطيئه. شايفين هنا البيض؟ شايف هي وضعت البيض بتاعها اهي، بيض كتير جدا، وبعد كده يعني بعد ما بتخلص وضع البيض تماما، شايف البيض، بيض الافاعي على فكره مخيف يعني، مخيف. في ناس كتير قوي يعني، انا اعرف واحد لقى بيض قال لك ده بيض نصوره اروح اعمله، ففتحه لقوا بيض تعابين. طبعا بيض التعابين بيبقى معروف، حتى ريحته بتبقى معروفه، مشكله يعني. وفي ناس يقول لك كلب التعابين مات، لا طبعا هو لا مات ولا، بس احنا بقول لك زي ما احنا مش واخدين على البروتين او السم بتاعه فبيبقى متعب. وهنا طبعا التعبان بيطلع، بص يعني لسه طالع من البيضة، عرف منين بقى انه ياكل وغذائه وبتاع؟ ما تفهمش، بيبتدي البيضة بتعمل وبتدي التعبان يخرج منها شبيه بالام بالظبط. انا هوريكم دلوقتي التعبين وهي طالعة من البيض، حاجة كده يعني مشكلة. او ده التعبان خارج من البيضة، شايف عمال بلسانه طالع لسانه يشتغل،
دي طبعا السائل المحيط الأميوني المحيط بالبيضة من جوه اهو بيخرج اهو شايف الحياة تمام التمام، فاتح بقه لسانه طلع عمال يشوف الحياة اهو عايز يدور له. طبعا هو بيعمل كده بيتلمس الحياة اللي وراه او الحياة اللي جواه، وخارج جعان عايز ياكل، اول ما بيخرج بيدور على فار ياكله، يدور على حشره ياكلها، يدور على حاجه ياكلها. شيء غريب جدا. طبعا لا معاه ام معلمته ولا معاه ابوه علمه، هو متخرج من البيض لمهمه هيأديها في الحياه وعارف طريقه تماما. لا عنده اب ولا عنده اب ولا عنده ام ولا عنده اي حاجه خالص. وبعدين ما بيعشوش جماعات، كل تعبان من التعبين دول بياخد سكه مختلفه عن التاني. شوف واحد بياخد سكه يمين والتاني بياخد سكة شمال، حتى ما قالوش يعني حمد الله على السلامة وانت خرجت بالسلامة، ولا حد بيعرف التاني. كل تعبان منه خرج، شايف تعبان خرج قد ايه كبير مش صغير طبعا، بس بالنسبة لحجم الام بيعتبر صغير جدا جدا جدا. طبعا زي ما قلت لكم ان الكبرى من حلاوتها انها ممكن تاخد وجبة، والوجبة دي تقعد شهور عليها، لان التمثيل الغذائي او الايض عندها بيبقى قليل جدا والحرق بيبقى قليل جدا. وطبعا هي بتقوم بالصيد بالليل، ولكنها ممكن بتصطاد خلال ساعات النهار، على الرغم من افعى الكبرى الملك لديها يعني سمعة مخيفة، الناس بتخاف منها لو مشيت في الحقول ولا حاجة في افريقيا، انما بتخاف منها. انما هو حيوان خجول جدا ومنعزل جدا وغلبان قوي، وبيتجنب المواجهة مع الناس أو بيتجنب المواجهة مع البشر قدر الإمكان. حيوان يعني هو شكله مرعب وشكله مخيف، إنما هو خجول وغلبان، إنما لما بيستشعر الخوف من الإنسان بيهاجمه ويقف، فالإنسان بيخاف منه، إنما هو غلبان. إنما لو الإنسان اداله ظهره مش هيجري وراه ومش هيقتله. طبعا الأفعى الملك بتتحرك بسرعة ورشاقة مذهلة، يعني بيجري بطريقة غير عادية. أفعى الكبرى الملك لديها واحد من اطول الالسنه، لسانها بيبقى كبير قوي اللي هو عامل زي الشوكه دي. وطبعا انواع الافاعي الاخرى طبعا يعني لسانه اطول بكتير قوي من انواع الافاعي الثانيه. الافعى دي ايضا واحده من عدد قليل من الافاعي اللي ليها رؤيه جيده. الافعى الكبرى بيبقى بتشوف رؤية جيدة جدا، ويمكنها أن تتحدد مكان فريستها على بعد 300 قدم، يعني حوالي 28 متر، لأن القدم تقريبا 30 سنتي و48 مية. أفعى الكبرى الملك عدوانية وبتدي أصوات هسهسة كده، ده عشان تسيطر وتخوف أي حد يقترب منها. متوسط عمر أفعى الكبرى الافتراضي حوالي 20 سنة، ده طبعا في الحياة البرية، إنما بتبقى أكبر من كده جوه الأسر أو في جنينة الحيوانات. ينجذب ذكر أفعى الكبرى الملك إلى الإناث وبيتزوجوا من خلال الروائح القوية. إحنا كده خلصنا؟ أنا مش سامع. طبعا هو طبعا الكلام كتير على الأفاعي، لأنه 30,000 نوع من العارب من الأفاعي، ولكن مش هنخلص، إنما وعدكم في حلقات تانية بإذن الله نتكلم على أنواع تانية ونعيش حياة أمولية مع حيوان تاني، واشوفكم الحلقة الجاية.